مثلا انت تمشي بالشارع وانا اتحرش بك 24 ساعه، هل انت راح تكون مرتاح؟ جدا. لا طبعا. يا ريت. لا طبعا. يا ريت. كل يوم بعد الاكل 3 مرات 4 حالك حال العلاج. قادر يضحك. فعقوبة المتحرش نفس اللي يجرى علي يجرى عليك وخلص انتهينا. انت قاعدة تحكيني نطلع من هذا السؤال. قاعدة تحكيني بالقوة عشتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم يعني عقوبته عشتي تتحرش بيه. لا مو أنا. طبعا اعوذ بالله. نورتيني. شكرا. ما صدقنا.